أشواقع جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. متتبعي جريدة أشواقع، مرحبا بكم معنا من جديد في مركز بروبيسيون كوتشينغ للتنمية الذاتية والتدريب. مرحبا بكم، اليوم كنت جد سعيدة باستقبال الأسئلة ديالكم لتمحورات أساسا على الثقة في النفس، واليوم إن شاء الله غادي نجاوبوا على جميع الأسئلة اللي طرحتوها. أول معتقد نبغي اليوم نحيده على الثقة في النفس هي اللي تنظمه أنها واحد ثابتة، فلان كيثق في راسه وفلان ما كيثقش في راسه. ألوغ لا، الثقة في النفس هي واحد المتغير، نقدر اليوم في هذا الوضع كنثق في نفسي، غدا كيتبدل الوضع الثقة ديالي في نفسي كتبدل. إذا هي واحد العلاقة اللي متغيرة، ماشي اليوم ماشي بحال غدا. وبما دامت متغيرة إذا ضروري لنا أن احنا نرعاوها ونتعاملوا معها كل نهار بنهارو. ثاني حاجة نبغي نعرفوا الأصل ديال الثقة في النفس شنو هي. الثقة في النفس هي عماد من الأعمدة ديال تقدير النفس، ليستيم دو سوا. إذا هي جزء من الكل، وهاد ليستيم دو سوا في الأصل شنو هي؟ هي واحد الحاجة بحال اللي كنحتاجوا ضروريات الحياة كالأكل والشرب، بحال اللي كنحتاجوا الأمان، بحال اللي كنحتاجوا الانتماء، بحال اللي كنحتاجوا الحب، فحنا كنحتاجوا نثقوا في نفسنا وتكون عندنا واحد ليستيم دو سوا مزيانة. بالتالي حنا كنقلبوا عليها، كنخوضوا تجارب عديدة في الحياة باش نعمروا داك لو بوزوان، الاحتياج ليستيم دو سوا والثقة في النفس اون بارتي. الوغ فاش كنخرجوا في هذا المسار ديال البحث على هذه الحاجه، اش كنديروا؟ كنبداو كنخوضوا تجارب، تجربه كتعطينا نتيجه، هذه النتيجه يا نجاح يا فشل، وهنا كتجي التحليل ديالنا لهذا النجاح والفشل. الا حللناه بطريقه صحيحه فحنا كندعموا الثقه ديالنا في نفسنا، والا حللناه بطريقه خاطئه فحنا اكيد كننقصوا من هذه الثقه في النفس. هنا نجي ونحاول نعطي واحد المثال باش نشوفوا الامور بطريقه اوضح. الى مثلا مشيت لواحد المقابله ديال العمل وباءت بالفشل وجات للدار كنحلل، الى رجعت كلشي لراسي وقلت انا انسان فاشل، انا ما غادي ندير حتى شي حاجه، هادشي كله هو مني انا، فانا كنقتل الثقه ديالي بنفسي. بطريقه اخرى، الى جيت وبديت كنعالج تنشوف داك الفشل كنحلو، تنقول هذه كانت مزيانه، ولكن كنت محتاج لهاد لا كومبيتونس باقي ما عنديش، محتاج اللغه باقي ما عنديش، محتاج لهادي، كنبدا كنعرف شنو هي الجوانب الايجابيه وشنو هي الجوانب السلبيه اللي نقدر نبدلها. وهنا ما كنبقاش كنحكم على راسي، ولكن كنتعلم من الاخطاء ديالي. ومني كندوز من الحكم على نفسي للتعلم من الاخطاء ديالي، هنا كنكون كندعم ثقتي في نفسي وماشي كنطيحها. اذا الحصيله اللي غادي نجبدو من هذا الشيء اما هي، اولا مني ندخل شي تجربه سواء كانت فاشله او ناجحه نحللها بموضوعيه، ما نحللهاش غير كما قال لي راسي ونبدا كنجينيراليزي ونقول انا ديما هكا وانا ديما كيوقع ليا وانا ما عندي زهر وانا فاشل وانا الحياه ما لا، ما حدي كنعمم، ما حدي كنحكم على راسي، ما كنعطيش حتى الناس الفرصه انها تحكم عليا، انا كنحكم على راسي. فهنا لا، ندير ستوب لهذا الشيء ونبدا كنحلل بموضوعيه. ثانيا كل نقطه ندرسها على حده بوحدها، وناخذ بعين الاعتبار كاع داكشي كينو دي بون با دو موا، داكشي اللي انا ما عنديش فيه يد. الا مثلا مشيت لديك الشركه وهما اساسا ما محتاجينش الموظف ديك الساعه، اذا انا ما عنديش يد في هذا الرفض وهذا الفشل. ناخذ هذه المساله بعين الاعتبار، ناخذ بعين الاعتبار الحاله النفسيه ديال السيد اللي دار معايا لونتروتيان داك النهار، ناخذ بعين الاعتبار كل شيء اللي كيحيط بالموضوع عاد باش نحكم عليه. حاجه اخرى، ملي تكون الثقه ديالنا في نفسنا ضعيفه فحنا كيكون عندنا واحد لو دون غريب ان حنا نحولوا حتى النجاحات ديالنا بفشل. كنجح وكنرجع كنقول لا غير اليوم كان عندي الزهر، لا غير هذه وقعت هكا، لا غير هذه وقعت هكا. كنظن اليوم نديرو ستوب لهذا النوع ديال التفكير السلبي اللي عمره ما غيزيد بينا للقدام. اخر حاجه نبغي نضيفها في موضوع الثقه في النفس هي ان احنا ما نديروهاش بحال واحد الشماعه
نعلقوا عليها كاع الفشل ديالنا وكاع الاخطاء ديالنا، وغير نعتقد انني ما عنديش ثقه في نفسي صافي رجع اللور ونقول صافي انا ما عنديش ثقه في نفسي ما غنديرش هذه. لا، الا حسيت ان الثقه ديالي في نفسي ضعيفه هنا غادي نبحث بعمق. هي راه غير الغشاء الفوقاني، بحال واحد رساله انذار كتجينا من نفسنا كتقولنا شوف فلان شي حاجه ما هياش، نقلب على هذيك الحاجه، سواء كانت اون كومبيتونس، سواء كانت لغه، سواء كانت اعتبارات اخرى، كل موضوع عنده حيتياته، فانا نقلب شنو هو السبب الرئيسي اللي ما خلانيش نثق في نفسي ونصلحه، وناخذها ديما تعلم وتجربه ماشي حكم ديالي على نفسي. وفي النهايه الا كان السبب ديالي في الثقه ديالي في نفسي ضعيفه هو شكلي او نظره الناس ليا، فهنا ما كنهضرش على الثقه في النفس، هنا كنهضروا على ليماج دو سوا ولا فيزيون دو سوا، يعني النظره اللي عندي على نفسي والحب ديالي لنفسي. اما الا كانت الثقه ديالي في نفسي كنعتقد انها ناقصه حيت شكلي ما كيعجبنيش او حيت كنظن ان الناس كتشوف فيا بطريقه خاطئه او بطريقه غير صحيحه او الناس كتشوفني ماشي ابط او كنعتبر نفسي ما تنستاهلش المنصب اللي انا فيه او الظرف اللي انا فيه، هنا راه ما كنكونوش كنهضروا على الثقه في النفس، هنا كنهضروا على موضوع اخر اللي هو حب النفس والنظره اللي عندي على نفسي، يعني لامور دو سوا اي ليماج دو سوا، اللي تقدر تكون موضوع الحلقات المقبله. الى اكيد عندكم تساؤلات من هذه الناحيه، كنضرب لكم موعد الحلقه القادمه، ومرحبا بكم ديما بروبوليسيون كوتشينغ ومع قناه اشواق.